ومساكم الله بالخير والسرور. وما صير مي إذا ما سجلت دخول من القدر مباشرة. طبقنا اليوم إن شاء الله راح يكون الزربيان. بسوي معكم طريقة سهلة وسريعة وما تاخذ وقت بعد. أضفت قطع بطاطس كبيرة زي ما تشوفون وبحمسها مع الدجاج، والحين بقول لكم وش الإضافات اللي راح نضيفها للدجاج والبطاطس. وعلى ما ينحمس الدجاج بخلط هالمقادير اللي تشوفونها قدامكم، بفصلها لكم بالخلاط عشان نضيفها للدجاج. بفصلها لكم على السريع عشان ألحق الدجاج لا يحترق علي. عندي هنا بصل محموس زي بصل الكشري، فلفل رومي عشان النكهة، حبتين متوسطة طماطم، ملعقة كبيرة ثوم مهروس، وملعقة كبيرة صلصة طماطم. هنا عندي منقوع زعفران، حطيت ملعقة صغيرة زعفران مع ملعقتين كبيرة موية كادي، هذه أخذتها من الجنادرية بس في بالسوبر ماركت زي كذا. وعلبة زبادي وعلبة لبن صغيرة أو نص كوب لبن. بالنسبة للبهارات كلها مطحونة، كمون، كزبرة، هيل، شوي قرفة، وبهارات مشكلة، وملح، كلها على ملعقة صغيرة. بالنسبة لمنقوع الزعفران ما راح اخلطه كله بالخلاط، راح اخذ نص الكمية، ونص الكمية راح اخليها على جنب للرز. طبعا عندي الدجاج هنا منزوع الجلد، الحين بعد ما خلطت المقادير اللي قلت لكم عليها راح اضيفها للدجاج والبطاطس. حطيت شوي موية بالخلاط، جيك الخلاط، عشان ما يضيع لنا ولا نقطة. بخلي الدجاج ينسلق مع البطاطس والصوص اللي ضفناه تقريبا نص ساعة، وبسلق الرز نص سلقة، بستخدم رز بنجابي المهيدر، بوريكم شلون. بدأت تطلع ريحة البصل المحموس والثوم اللي ضفناه والفلفل والبهارات، ريحة شيء مع الزعفران يا عيني. النار تكون متوسطة إلى الهادية عشان أبي الدجاج يستوي وياخذ طعم الصوص اللي ضفناه هو البطاطس، وتشوفون أحلى زربيان. بحمس شوي مكسرات واللي هو اللوز وسنوبر، وبعدين بضيف الزبيب. يلا ضيف الزبيب، الزبيب آخر شيء ينضاف عشان ما يحترق عليكم. طبعا بحمسها بالزيت، يعني مو إنه تحميص، لا حمس، يعني بالزيت. في فرق بين التحميص والحمس. خلاص كذا مكسراتي صارت جاهزة، بحطها كذا بالصفاية، تنزل زيتها ونخليها لوقت التتبيل. هذا الدجاج بعد مرور نص ساعة تقريبا استوى هو البطاطس. نسيت احط قرون فلفل، اذا حبيتوا تحطونه حطوه، اذا ما حبيتوا براحتكم. بيكمل سواه مع الرز. الرز الحين بسلقه ونضيفه له. هذا الرز الحين بسلقه، طبعا كنت غاسلته وناقعته بملعقة خل وشطفته بموية باردة وصفيتها. الحين راح أسلقه بموية مغلية مع ملح وزيت. طبعا الرز يكون مسلوق نصف السوا، ما يكون مستوي مرة، لأني راح أكمل سواه على الدجاج والمرق اللي احنا مسوينا. إذا طلع بالرز زي كذا فتحات معناته انسلق نصف سوا. الحين راح أصفيه ونضيفه الخليط الدجاج. تشوفون ما شاء الله القدر ما لصق فيه الرز نهائيا. شفتوا زينة السيراميك؟ يلا حطي الحبتين اللي باقية. خلاص صفيت، الحين بحط، الحين بضيف الرز فوق خليط الدجاج. بسوي فتحات بالملعقة الخشب عشان نصب باقي خليط أو باقي منقوع الزعفران هالشكل. تحطون الزعفران بالفتحات شوي، منقوع الزعفران مع الكادي هالشكل. خلاص بأكتم القدر وأقصر النار عليه وأخليه تقريبا نص ساعة. ممكن تحطون شوي من البصل المحموس على الوجه، تخلونه كذا ياخذ برضو نكهة البصل. يلا غطي، ما شاء الله تبارك الله. خلاص وريكم شلون الرز نثري ويهبل. خلاص بغرف الحين وأقدمه. وهذا الزربيان وخلاص. تشوفون الرز شلون مفلفل، حطيت عليه مكسرات وبصل محموس والبطاطس اللي معاه، وبالعافية.